هون قضيت أبشع يومين في حياتي. انتوا تحت كنت الحس هيك قول انا كأنه حدا محطوط بالقبر وهو طيب. كنت عيط يا الياس، يعني عيط شوي امداد شوي ارجع يصير عيط يا الياس يا الياس، قول انا بركي بيسمعني اذا غايب عن الوعي، فقد الوعي بيسمعني بفي ما كان، يعني على اليومين اللي انا بقيتهم ضليت عيط باليومين يا الياس، ما كان يرد علي. هون قدحوا السقف ظهروني، انا هون كنت علقان. كان في عندي اسطل مي كنت ضل اضرب فيه بالارض وعلى الحجر، هو اللي سمع الصوت، هو اللي عطى العلامه انه في حدا هون، الصوت ما كان عم يوصل. قلت انا معقولي تركوني، معقولي ما بدهم يطلعوني، يعني هيدي الخمس ساعات كانوا ابشع خمس ساعات بكل الوقت اللي انا قعدت. لا انا من اول ما اكلت ضربي وقعدت يعني استنجد بالله وبالعذراء، كنت اقول بدي اطلع ولازم اطلع، يعني ابدا ما قطعت الامل. قررت ما اقعد ازعل انا وحدا ابدا، الدنيا كلها منا محرزه للزعل ومنا محرزه ليكون في مشاكل، ما في شيء بيحدث.